ادي عارف السؤال. نعم عارف السؤال. لا انا هقول الاول هتكلم على خساره النقطتين، ومع ذلك يعني اعتنينا قمه الجدول، ولكن انت قلت ان الحكم على الفكره هيبقى بعد نهايه المباراه. اه ما انا عشان كده بقول لك عارف السؤال. يعني خلينا نتكلم على نتيجه المباراه اول. اولا اول حاجه عايز اقول لك انه الايجابيه اللي النهارده حصلت انك انت اعتليت القمه بالزبط. حتى لو بالتعادل بالظبط، ولكن انت بقيت اول يعني، ودي حاجه كويسه. وناقص لك مباراه، ناقص مباراه للنادي الاهلي مؤجله. بغض النظر احنا دائما بنتكلم على النادي الاهلي مش بالنتائج وبس، كمان انك انت تبعد عن الانديه الاخرى وتروح في حته ابعد، ولكن احنا ما يعني اعتلاءك للقمه مبروك، لكن فقدانك النقطتين يعني هارد لك، لكن فيها كلام لازم نتكلم فيها. كلمت كابتن ايمن عن الفكره في البدايه وقلت لك ان من حق المدرب هو اللي شايف، هو اللي يعمل استراتيجيته، هو اللي يشتغل. صح. الناتج بتاع الفكره اثبت ان طيب. النتائج الاتيه عندي كويس. انت كلمت عن الفكره. آه. هي اولا كانت الفكره ايه؟ الفكره ان هو يغير 8 لعيبه في الفرقه علشان يديهم، يجيب 8 لعيبه زياده عشان يوسع قاعده اللعيبه عنده اكتر، يبقى اكتر من عنده 23 لعيب اساسيين، عشان ما تعرفش انت الاساسي من الاحتياطي. حاجه تانية ان 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 يبقى في صراع ما بين، او مش اسمه صراع، يبقى في حته المنافسه بين الاماكن وبعضها. لو كانت الفكره كسبوا اللاعبين دي كانت ممكن، لكن في الوقت الحالي نتيجه الفكره بمنتهى البساطه يعني عاوزين نتكلم، احنا عندنا يعني مثلا خالد عبد الفتاح كان بعيد عن الملعب قوي، كريم نيدفيد بعيد عن الملعب قوي، رامي ربيعه بعيد عن الملعب 50-50 يعني بيلعب، مودست بعيد عن الملعب كتير بياخد 5 دقايق 10 دقايق، حسين الشحات 50-50، قفشه 50-50، طاهر 50-50، كوكا 50-50. يعني انا لما اجي انجح فكره من نواحي ان انا عايز اغير لعيبه، بيقولوا ما تغيرش في الخط الواحد اكتر من 2 لعيبه عشان تبقى فيه تناغم. انت ادى ايه للموضوع ده؟ ادى 5 نقاط لازم تعرف ان احنا فقدنا النهارده. أول حاجة فقدت السرعة في الأداء. تاني حاجة فقدت التناغم في الأداء. تالت حاجة فقدت عنصر القوة البدنية اللي هي بتاعت المباريات، قوة المباريات. رابع حاجة فقدت النواحي الهجومية من الخلف اللي هو الباكين اللي على الطرف اللي أنت بتعتمد عليهم دائما. تمام؟ وحاجة تانية فقدت ممارسة اللاعبين في الكور الثابته، القرانين انت جالك اكتر من 10 كورنر 15 كورنر مثلا او 15 كره ثابته، عدم الاستفاده من الكره الثابته. اه طبعا، لانه انت بتغير العناصر اللي موجوده. فانا في بدايه المباراه قلت لك فكرته وبنشوفها، في نهايه المباراه بقول لك الفكره ما اثمرتش على الناتج اللي هو كان المفروض عايزه. انت عارف عملت له ايه؟ عملت له حاجه اكتر، انه الاساسي اساسي والاحتياطي احتياطي. يعني مهما عملت مش هتعرف تقربهم من بعض، لاني انا دلوقتي الاداء بتاع سيراميكا انت كسبت في اخر دقايق عشان غيرت مجموعه، مش مجموعه كبيره زي دي. الاداء النهارده اتعادلت مع يعني الجونه فرقه، انا بتكلم متواضع فنيا يعني مع احترامي ليها، تواضع فني، هو الملعب زائد النواحي الدفاعيه هي اللي خلت، وزائد ان النادي الاهلي فقدانه الخمس عناصر اللي اتكلمت عليهم دول هو اللي خلاه ممكن يتعادل معاه. الشوط الثاني احنا ما شفناش الجونه. صحيح. النادي الاهلي كان افضل، ولكن التناغم وتضييع وقت الشوط الاولاني هو اللي ادى الى، انت عارف في حاجه مثلا ممكن المدرب بيعملها دايما، في كل خط بيغير واحد. يعني مثلا في المدافعين تغير واحد. ايوه. 2 بالكثير قوي عشان بنلعب باربعه. في نص الملعب بتغير واحد لو بتلعب باتنين. الحته الهجوميه بتغير واحد. اي فرقه عشان تعمل فيها التناغم ما يروحش التناغم 100% تغير 3 لعيبه، عارف لما تغير 3 لعيبه بيروح بتبقى 75% من تناغم الفرقه اللي هو الثبات في التشكيل. احنا بنتكلم في فترات تنجح دي، لكن في فترات اخرى ما تنجحش. ليه ما تنجحش في مع النادي الاهلي في الفتره دي؟ لانه النادي الاهلي مش زي السنه اللي فاتت. احنا بنتكلم على انك السنه اللي فاتت عملت العلامه الكامله، والسنه اللي فاتت كان في يعني عايز اقول لك افكار كانت الفرق اقوى من كده، لكن السنه دي
لازم نعرف ان في عندنا دفوعات كتير قوي في تمرس اللعيب في الملعب، اللعيبه كتير في الملعب، فيجب انك لازم تثبت. لو ما قدرتش تدور كتير في الفرقه ده في التدريب، او بالمعنى الاصح ما نجحتش في التدوير كتير وتغيير اللاعبين في الملعب كتير، يبقى يجب انك انت تعمل الثبات. الثبات بيديك انسجام في اللعب، بيديك يعني زي ما بنقول يا كابتن ايمن، انت متمر، انت شغال، انت بتلعب. فلما يكون عندك 6-7 لعيبه جوه الملعب بيلعبوا، يقدر يشيلوا 3 لعيبه يدخلوا في وسطيهم لسه ما بيلعبوش، لكن انا 8 منهم 7 ما بيلعبوش بصوره اساسيه او ب 50% 3-4 والباقي كله ما بيلعبش، هيبقى في خلل في التكتيك وفي الاداء وفي الجري وفي القوه وفي النفس وفي حاجات كتير قوي. فمبالغ قوي حته الثمانيه يعني وبالاخص يعني انا استغربت من حاجه، انا عندي وقت، يعني عندي الماتش القادم ليا بعيد، عندي الراحه، ممكن انا الاعب الاساسي انهي المباراه الاول. وبعدين انت في حته شك، يعني انا بقول لمستر كولر انت السنه دي في شك غير السنه اللي فاتت، انا بتكلم على الجمهور، شك في شك، يعني الاداء وحش، خسرنا بطوله، خسرنا الثانيه، الاداء مش هو الاهلي بتاع الخمس بطولات السنه اللي فاتت. يعني يا مستر كولر في بدات يعني حته انه مش هتكلم على التوفيق، لا بدات حته ان الناس بتقول ان ايه السنه دي احنا اوحش من السنه اللي فاتت كتير، فدي هتبقى مع كولر. احنا اشدنا بيه وقلنا عليه عمل موسم جيد في 5 بطولات اللي اخدهم، صح؟ احنا بقى بنتكلم دلوقتي بدا الجمهور يبقى عنده شك منه، فلازم تلعب على السهل قوي، يعني يجب انه لازم يعي انه مش في كل الاحوال باي طريقه ممكن تكسب وباي افراد ممكن تكسب. انا من انصار انك انت طول الوقت لازم يكون عندك عناصر النجاح 100% المتمرسه جوه الملعب، وتبدل حواليها 2-3، و2-3 انت بتبدلهم ممكن تبدلهم في العناصر السته، تجيب الثلاثه دول وتطلع 3 من السته لما يتمرسوا وتجيب 3 تاني. وطول الوقت انك لازم طول الوقت لازم عندك نسبه تهديفك جوه الملعب. النهارده عندنا نسبة التهديف جوه الملعب قد ايه؟ لو عملتها بالإحصائية، أنا بعملها إحصائية، يعني أنا عندي مودتس مثلا نسبة تهديفه لو عملتها من 10 في معطيات لعبه هتلاقي 2 أو 1 في من 10، خلينا واقعيين. عندك مثلا حسين الشحات ما بيهدفش كتير، يعني هو طرف وما بيهدفش كتير. عندك مثلا الناس اللي بدأت المباراة، عندك طاهر محمد طاهر نسبة تهديفه مش كبيرة، يعني انت بالاخص ما عندكش نسب تهديف في الوقت الحالي. لازم كان جوه الملعب عندك نسب، تحط نسب تهديف في الناس اللي تقدر، ده ما جابش جون ده هيجيب جون، لو ما جبناش جون من كروس نجيب جون من شوتينج، يبقى عندك الشوتينج وعندك الكروس، لو ما جبناش جون من الاثنين دول يبقى عندك الكورنر لازم تتعمل بصورة كويسة. وانا مستغرب من حاجة، طول الوقت ليه بخسر الكرانك؟ ليه بخسر المواقف الثابتة؟ يعني المواقف الثابتة دي في كاس عالم انتهى بكره ثابته، كاس عالم 90، ما هو المانيا كسبت الارجنتين 1-0 ببنالتي، وفي واحسب على كده حاجات كتير قوي. احنا وصلنا مثلا في بطولات كتير قوي بكور ثابته، فانت لازم الكور الثابته دي تبقى عندك قوه، هتعملها لازم يكون طول الوقت وبعدين تتمرن عليها كتير. ولا الوقت ضيق في الوقت اللي احنا فيه يا كابتن ايمن، المباريات انت مضغوط عندك، فالعب بالمضمون وريح الاخر، وبعدين لما يبقى عندك الوقت انزل بناس تانية. ده وجهة نظري.